يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة مع العلم أنه يحافظ عليها في البيت؟ نعم، هي وعيد شديد، في وعيد شديد على من تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. والصلاة في البيت من غير عذر من صفات المنافقين، من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء، صلاة الفجر. دل على أنها كلها ثقيلة، ولكن أثقلها هاتان الفريضتان، لأنهما يوافقان راحة الناس، وأيضا هما في الليل ولا يراهم أحد إذا تخلفوا من الظلام، بالنهار يجون لأنهم يشافون وهم يراؤون الناس. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية. فهو هذا وعيد شديد، والتخلف عن الصلاة من غير عذر ترك لسنة الرسول. قال عبد الله بن مسعود: ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم، إذن لصار الصلاة الجماعة ما هي واجبة، والإنسان مخير إن شاء حضر وإن شاء ما حضر. لماذا تبنى المساجد إذن؟ كان يجلس كل يصلي بالبيوت، ولا حاجة إلى بناء مساجد. لماذا الرسول أول ما قدم المدينة أول ما بدأ بأي شيء؟ ببناء المسجد. أول شيء بدأ ببناء المسجد. وهؤلاء يقولون: لا، صلاة الجماعة ما لها أهمية، ما لها أهمية. هؤلاء يريدون أن يخففوا من أهمية الصلاة حتى تخف على الناس، وبالتالي يتركونها. يتدرجون بالناس بهذه الطريقة. نعم، ولو أنك سألت واحد منهم مش دليل، قال فيها خلاف. طيب، نحن نتبع الخلاف ولا نتبع الدليل؟ الخلاف يجي في بعض المسائل، لكن ينظر من الدليل معه، فيؤخذ بما عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. نعم.